اخوتي واخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاع تكونوا مزيانين. هذا النهار شرحت لكم واحد الوصفه غادي نديروا فيها الغافيولي، هادو اللي كنت خديت بالالمان ديك المره. هنا عندي ثلاث بصلات غادي نقطعو ونشوف، وهنا عندي الصدر نتاع الدجاج، وهنا عندي الشامبينيو. كتجي ساهله هاد النوع نتاع لي بات. غادي نبداو دوك نقطعو البصله هكا، نقطعوها هكا مربعات صغار. نديرو لها الزيت، ندير زيت الزيتون وزيت العادية، نقصو شوية من البوطة. غادي عاد نزيد شويه البصله، نزيد واحد النص، نزيد هادي، حيتاش هاديك جاتني صغيره. دوك غادي ندير شويه الملح باش في الساعه البصله تنزل، نخلي واحد شويه البصله تهود ونزيد عليها الدجاج، ونعدل انايا الشامبينيو ديالنا. غادي نديرو الدجاج البنات، نديرو الدجاج كل واحد الصدر نتاع الدجاج كل واحد يدير القدر اللي باغي. انا هنا كثرت شويه، الا شات لي معليش نخلي عاود غدا نحركو. هنا غادي نفك معدل هذا، مهم هذا كاين اللي يقشرو هكا، انا ما كنقشروش كنديرو عادي، لحقاش حتى هاد القشرة ديالو زينة. نديروها هكا مهم. انا كنوريكم الحاجه اللي كنخدمها في الدار، يعني بالكاميرا ولا بلا كاميرا. ندير دوك هاد الشامبينيو لي قطعت، هو راه في الساعة كيهود مكيديرش طياب بزاف. غادي البنات غادي ندي واحد شويه تاع الإبزار، يعني الفلفلة، سكين جبير، وهاد ندي شويه نتاع الثوم اليابسه، غير واحد شويه صافي. ونخلطو ونخليو يطيب على خاطرو. اللي بيطفى، انا عندي هادي اللي كنت شريت هذيك المره بالالمان، هي اللي غادي نديرها، ومن بعد نزيد واحد شويه بهادي، حتى هي كنت خديتها بالالمان، ثم انا غادي ندير غير بهادو.
وكل واحد اللي عنده في الدار يخدم به. وهنايا البنات راني ديجا رديت الماء يحمى، هيا نشدو هكا نجيبو المقص، نقصو هادي لا بلاش، هذا راه قريبه ما يطيب. جانا البنات مسوس، نسكرو واحد شويه نتاع الملح، نزيد واحد شويه بهادي، نجيب هذا البنات زينه كتبنن هاد لاصوص، يعني خطيره هادي كنصحكم بها. نزيد البنات واحد شويه تاع الكوزه، لحقاش الكوزه كتواتى مع لاصوص البيضه، نخلطو نشوف. غادي ندوق درك واش نزيد لها الملح لا لا، لحقاش هاد لي صوص كيكونو مالحين، ما درتلهاش البنات كاع الملح وراه راني شاربت الملح. هذا غادي نطفيولو، راه ديجا طاب، شوفو كيفاش كيجي، والماء ها هو راه غادي يطيب، نحلو عاود هادو. البنات ها هي شوفوا ما داتليش كاع الوقت، ها هي طابت، راني طفيت لها في الساعة كتعقد وما كتعذبكش وناجحه 100%. ها هي صافي، دوك غادي ندير غير لي بات. وهذا البنات هادي يطيبوا ما بين 8 دقائق حتى 10 دقائق، حتى هما ما كيديوش الوقت بزاف. ها هما، وهما البنات واخا قلال يعني ماشي كميه كبيره، في الساعة كيشبعوا الوليدات. انا غادي ندير غير ثلاثه صافي، خليوهم هكا يطيبوا. هاد لاصوص انا كنديرها هنايا مع الدجاج باش هذاك الدجاج كيشرب ديك لاصوص. انا البنات هذا ردها شويه فوق النار باش هاد لاصوص تقبض في هاد الدجاج والشامبينيون والبصله، غير واحد شويه ونفولها. البنات هذا هو الشكل النهائي، نتمنى من الله يعجبكم. غادي نزيد له درك شويه الفرماج، كتجي غزاله يا البنات، غير جربوها وردوا عليا الخبر. هكا الفرماج ها هي. مهم نتمنى من الله تعجبكم هذه الوصفه، و الى عجبتكم ما تنساوش تشاركوها مع الاحباب ديالكم والاصدقاء. وشكرا البنات بزاف، وما تنساوش تخليو لي لايك والكومونتير وتابوناو في القناه ديالي. علي شكرا، بالسلامه.